يعني كان في عندنا مشروع مهم قوي اسمه ممر التنمية، وحضرتك ساهمت فيه. شكرا. انا الان اول ما سالت السؤال انا جه علي على فكرتي على طول ممر التنميه. ليه؟ لان ايوه احنا نقدر نعمل حاجه هنا في جنوب شرق مصر، وبعدين شمال المنطقه دي نقدر نعمل حاجه، وبعدين في جنب البحر ساحل البحر المتوسط نعمل حاجه، بس كل دي حاجات صغيره وحاجات منفصله عن بعضها. لكن ممر التنميه كان القصد بتاعه ان احنا ننقل كل النمو اللي هو على وادي النيل ننقله جنبه جنب غرب النيل في حته مستويه وجميله جدا، الناس ما تتعبش ما تروحش بعيد، نبتدي ب 2 كيلو وبعدين 5 كيلو وبعدين 10 كيلو وننمي المنطقه دي كلها بطول مصر من اسوان لحد البحر المتوسط. طب ماذا عن الصحاري بقى اللي بعيد عن النيل؟ معلش، الصحاري اللي بعيد عن النيل بتاخد اعداد قليله. الرئيس الزايد الله يرحمه لما عملني انا مستشار علمي كان القصد بتاعه ايه، فين حتت في الصحراء، الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وسيناء، نحط فيها كل واحده من دول، عايزين نحط فيهم 4 مليون نسمه عشان ما نقدرش هنعيش فوق بعض كده فوق وادي النيل. فجبتنا دي الابحاث ووريت له كل حاجه واجتمعت معاه مع جيب كل الناس بتقعد معاه للصحراء واتكلمنا وخدنا طياره ورحنا الاماكن معانا وراح معانا على الصحراء. ايوه. ونزل معانا في الجبال ونزل في المناجم وكل حاجه. والرئيس السادات شاف بنفسه ان الاماكن دي كويسه جدا وهتنفع للناس، بس هتنفع 2 مليون هنا وواحد ونص هنا واربعه دول مليون هنا، مش بال 40 و20 و30. الحته اللي هي ممكن تاخد 20 و30 و40 و100 مليون اللي هي الحته المستويه اللي جنب وادي النيل، غرب وادي النيل. ايوه. عشان كده انا طلعت مشروع ممر التنميه. يعني شايف حضرتك دلوقتي انه يعني ما زال هناك تجدس على مسار النيل في مصر لم ننتشر؟ زائد عن اللزوم. النيل نفسه بتلوث. والنيل مش عارف يتحرك، والخضره نفسها مش عارفه تعمل، والمساحه بتاع الزراعه ما تكفيناش. مستحيل ان احنا نبتدي نعيش زي ما احنا عايشين كده من غير ما نبتدي حاجه جديده خالص. ايوه. الحاجه الجديده خالص هي ان كل المدن، جميع المدن والقرى بتاعه مصر من اسوان الى البحر المتوسط، يبقى عايزاها منفذ حته تتنفس منها وتعيش فيها. الشباب اللي بيطلعوا من الجامعه دلوقتي يروحوا فين؟ عايزين. أيوة. عايزين مشروع ولا عايزين يعملوا حاجه جديده؟ هيعملوها في ايه؟ ما البلد متكدسه فوق بعضها، واللي هم عايشين لما هيعيش بيوم عايز يعيش، حتى اتجوز وهيخلف هيبني كمان دور في العماره اللي هي كفاياها 3 ادوار ويبني عليها ويكدس. فانا عايزين نوسع المسافه بعد جنب المدن الكبيره المكدسه بالسكان عشان نفتح يعني للمستقبلي مكان للمعيشه.